للأسف إذا استمر الوضع يعني على بمستوى الزيادة اللي نشهدها بالوقت الحاضر، يعني أعتقد الموضوع أكثر من خطر، خطورة قائمة ونوهنا عليها سابقا. احنا اليوم يعني مقدار اللي ممكن نعتمد نحدد به يعني مدى خطورة الموضوع هو السعة السريرية لمؤسساتنا. اليوم المؤسسات تشهد يعني اكتظاظ للمرضى، طبعا هذا ايضا انسحب على نوع الخدمات الاخرى اللي تقدم. جنابكم الكريم تعرف المؤسسات تقدم خدمات اخرى على العناية بمرضى كورونا، قضايا يعني العمليات الجراحية، مرضى السرطان، امراض القلب. الان الاغلب من مؤسساتنا تتعامل مع حالات كورونا، مما انسحب بالسلب على الحالات الاخرى. وللاسف الشديد يعني اعتقد قادم الايام اذا استمرت هذه الزياده ايضا حتى مرضى كورونا يمكن ما نقدر يعني نعني بهم بالشكل المثالي بسبب زياده الاعداد، وخصوصا اعداد الحالات الحرجه اللي يعني تحتاج عنايه فائقه. تراكم هاي الحالات للاسف الشديد حقيقه يعني اضفى صعوبه على وحرج على مؤسساتنا الصحيه بسبب محدوديه يعني الاسره، وكذلك يعني محدوديه المؤسسات نفسها.